سعد الله اوقاتكم كل خير. وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقه جديده من برنامج ساعه نقاش. في هذه الحلقه مشاهدينا نتناول البرنامج الخاص برمضان 2024 والذي اطلقته وزاره العمل الاجتماعي والطفوله والاسره والذي بلغت تكلفته 500 مليون اوقيه قديمه. سنتطرق لهذا البرنامج الذي شمل توزيعات نقديه ايضا توزيعات للسلات الغذائيه على الفئات الاكثر احتياجا. سنتناول الاطار العام الذي ياتي فيه هذا البرنامج وطبيعه عمله والفئات المستهدفه بهذا البرنامج طيله هذا الشهر الكريم. يسرنا ان نستضيف لنقاش هذا الموضوع الهام السيد محمد الحسن السجاد وهو المدير المساعد لاداره الدراسات والتعاون والمتابعه بوزاره العمل الاجتماعي والطفوله والاسره. اهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سيدة عشت سيدي مسعود وهي المدراء المساعدة لإدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع بنفس القطاع. أهلا وسهلا بكم أستاذ. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. مشاهدينا قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة نتابعوا هذا التقرير الذي يمهد للموضوع. نعود بعده بحول الله. تميز برنامج رئيس الجمهورية تعهداتي بسياسة اجتماعية تسعى للنهوض بالفئات الهشة وتوفير حياة كريمة لها عبر إطلاق جملة من البرامج والتدخلات الاجتماعية على عموم التراب الوطني. من جملة هذه التدخلات البرنامج الخاص رمضان 2024 والذي قدم مساعدات نقدية مباشرة لصالح 10,000 أسرة متعففة بغلاف مالي بلغت قيمته الإجمالية 500 مليون أوقية قديمة. أما عن الفئات المستهدفة فقد شملت النساء معيلات الأسر المتعففة وأصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب أسر الأطفال متعددي الإعاقة وفئات محتاجة أخرى تم اختيارها بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية محددة. البرنامج الاجتماعي أسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل لهذه الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك تماشيا مع التوجه العام الذي تبناه رئيس الجمهورية سعيا للنهوض بالفئات الهشة والتطوير من مستواها الاجتماعي والاقتصادي. فما هي المعايير التي على أساسها تم اختيار المستفيدين من هذا البرنامج؟ وما هي الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها مستقبلا؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أهلا بكم سيد المدير من جديد. هذا البرنامج الخاص برمضان 2024 تميز بتوزيعات نقدية وأيضا توزيع سلات غذائية إلى آخره. ما طبيعة هذا البرنامج وما الإطار العام الذي يأتي فيه؟ شكرا جزيلا. بدا اود ان اشكر التلفزيون الموريتانيه قناه موريتانيا على هذه السانحه لتسليط الضوء على واحد من اهم البرامج التي تنفذها وزاره العمل الاجتماعي والطفوله والاسره وهو عمليه رمضان والتي بدات بها بالسنه الماضيه. النسخه الاولى كانت في السنه الماضيه وهي عمليه كما ورد في تقريركم المفصل هي عملية تهدف إلى تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي يهدف إلى مؤازرة ومساعدة الفئات الهشة والتكفل بها وتقديم المساعدة لها خصوصا في المواسم التي المواسم الروحانية والمواسم وأيضا المواسم التي تستدعي التكفل بهذه الفئات. هذا البرنامج او العمليه وتسمى عمليه رمضان تستهدف كما تقدم في تقريركم تقديم توزيعات ماليه لصالح 10,000 اسره بواقع 5,000 جديده لكل اسره. وهذه 10,000 فرد أي أسرة بطبيعة الحال هذه الفئات مقسمة على الأسر الهشة أي هي في مجملها أسر هشة الأسر التي تعيلها نساء وقدامى ومتقاعدي الجيش. وهذه السنة تمت إضافة فئات جديدة من هذه الفئات اللي هي أسر اللي هي القدامى ومتقاعدي الجيش وأضيف لها القوات المسلحة قوات الأمن الشرطة والدرك والحرس الوطني.
هذه شهدت ايضا تضاعف في العدد، حيث كان السنه الماضيه 900 شخص، هذه السنه اصبح 1700 ما يربو على 1700 شخص. ايضا هناك اسر الاطفال متعددي الاعاقه، وهذه هذه الاسر استفادت من هذا من هذا من هذه المنحه الماليه ايضا بواقع 927 طفل. ايضا هناك امهات الاطفال اطفال التوحد، وهي الاطفال المعوقين بينهم اطفال التوحد، تم تركيز على اطفال التوحد، وهذه ايضا شهدت زياده للعام الماضي، اي ان استفادت فيها 440 طفل. ايضا هناك الاشخاص الذين يجرون تصفيه، اشخاص مرضى الكلى، وهذا 900 وشملهم العدد كامل اللي هو 911 شخص. ايضا هناك الاشخاص المسنين، وهؤلاء الاشخاص الفئات كلها سنتحدث عن خصوصيتها فيما بعد، اعطي ارقام فقط. المسنين استفاد منهم هذه السنه 1250 شخص، اي بما مجموع بالكلي 10000 شخص استفاد من هذه المنحه الماليه. هذه الفئات كلها، اذا اخذنا مثلا متقاعدي وقدامى الجيش الوطني وقوات الامن الوطنيه، هؤلاء اشخاص خدموا هذا الوطن لفتره طويله من الزمن، ودافعوا عن حوزته الترابيه، وسهروا على امنه، وبالتالي يستحقون ايضا هذه اللفته، انهم يكونوا يدخلون ضمن اهتمامات القطاعات الاجتماعيه، ومن اهم هذه القطاعات قطاع العمل الاجتماعي والطفوله والاسره، في كل تدخلاته يستفيدون من هذه التدخلات، ومن اهم هذه التدخلات هذه المنحه الماليه في عمليه في توزيع عمليه رمضان. واضح. ايضا الفئات المعوقين سنتطرق لهذه الفئات وعلى الاليه التي تبعت لاختيارهم. طيب سيد المدير، في الاطار العام لهذا البرنامج، على اي اساس تم انشاء هذا البرنامج، وكيف تم التركيز على هذه الفئات؟ تحدث المدير عن الفئات التي اختيرت ضمن هذا البرنامج الرمضاني، المعايير التي على اساسها تم اختيار المستفيدين من هذا البرنامج، والهدف العام لهذا البرنامج ما هو، وهل تحقق برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلى الله عليه وسلم. شكرا لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن هذه البرامج. وبالبداية أبارك لكم وللشعب الموريتاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا. وراجين إن شاء الله أن يعيدوا علينا إن شاء الله سنين عديدة مديدة إن شاء الله في الاستقرار والأمن إن شاء الله. في البداية كيف ما نعرفه كاملين وبارز للعيان عن تحت البرامج الاجتماعية العناية بالفئات الهشة مكانة بارزة، برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، واللي يتم تنسيقه من طرف الوزير الأول محمد بلال مسعود، وتسهر لتطبيق خصوصا هذه البرامج الاجتماعية وزارة العمل الاجتماعي من طرف معالي الوزير صفية انتهى. نعرف عن هذه البرامج عنها كيف ما نعرفه كاملين عنها كانت برنامج فخامة رئيس الجمهورية في تعهداتي ومن أولوياتي وأولوياتي الموسعة، وعنها برامج اجتماعية بامتياز. نعرف كاملين عن هذه البرامج كاملة من ذي اللي خلق منها في هذه السنوات الأخيرة من 2019 جاي لها عن التضاعف بأضعاف من السنوات كاملة اللي كانت قبل ذلك. تضاعفت في المضمون، تضاعفت في الشكل، تضاعفت في العدد، وتضاعفت من ناحية المستفيدين وتنوعهم من جميع الفئات. على سبيل المثال لأن قبضوا الأشخاص متعددي الإعاقة. متعدد الإعاقة السابق 2019 كان اللي مستفيد 110 طفل، وحالا عندنا ما يزيد على 1000 طفل من متعدد الإعاقة اللي يستفادوا من المنحة اللي حصرية على ما أعتقد، اللي خصص لهم فخامة رئيس الجمهورية، وهي ذيك 20000 اللي شهرية، واللي كل متعدد الإعاقة يجبرها خلال السنة على 200 إجبار 240
ألف فوقية. نعرف عن الفئات كاملة الاجتماعية عنها استفادت على جميع الأصعدة وعلى جميع الفئات. فيما يخص هذه العملية الرمضانية، عملية نوعية واستفادت منها جميع الفئات على مستوى الجهوي، نعرف عنهم استفادوا على مستوى كل، هي المستفيد من العملية الرمضانية وحتى 10,000 مستفيد، واستفادت منها ولايات موريتانيا كاملة بالتنسيق من السلطات الإدارية المحلية والسهر اللي عن تستفاد منها الفئات اللي مخصصة من أصحاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، ومنها الأرامل، منها معيلات الأسر، منها متقاعدي الجيش، منها أصحاب الأمراض المزمنة كاملين بجميع 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 فئاتهم. واستفادوا منها الأرامل كذلك اللي هي المبلغ اللي هو 500 مليون أوقية قديمة، هذه استفادت منه جميع 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 الولايات. فيما في برنامج ثاني اللي هو اللي خاص ب 10,000 أسرة تحتوي، كل أسرة تحتوي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا استفادوا من 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 التوزيعات. فهم توزيعات ثانية خلقت في هذا الشهر الكريم، وكانت بالتعاون مع جمعية العون المباشر الكويتية، حيث استفادت على جميع ولايات نواكشوط، جميع الولايات الجهوية، وعلى مستوى المركزي اللي هي لإدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع، من خلال المستفيدات كانوا الأرامل من أصحاب الأمراض المزمنة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، من حتى الجمعيات والهيئات اللي ناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع وأصحاب الأمراض المزمنة. كانت هذه الاستفادة على 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 مرحلتين. كانت في المرحلة الأولى أن استفادت 600 أسرة في نواكشوط من سلات غذائية، كل سلة غذائية تحتوي 25 كيلوغرام من الأرز و10 كيلوغرام من السكر و5 لتر من الزيت. هذه في المرحلة الأولى، واستفادوا منها الأرامل، استفادوا منها ذوي الاحتياجات الخاصة، استفادوا منها أصحاب الأمراض المزمنة. المرحلة الثانية كانت زكاة الفطر، وكانت تحتوي على 1200 أسرة، استفادت منها 1200 أسرة، واستفادوا منها هذه الفئات كاملين، واستفادوا منها الهيئات اللي والمنظمات اللي ناشطة في مجال أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب ذوي الإعاقة، وكانت بشهادة منهم كاملين، كانت عملية نزيهة، كانت مستفادة منها الفئات كاملة، به اللي كل إدارة مختصة وعندها قاعدة بيانات بجميع الفئات اللي تابعة لها. سأعود إليك لاحقا سيدي المدير، محتاجة واللي من ذي الفئات اللي يلا تستفاد. طيب سأعود إليك لاحقا للحديث أكثر عن هذه الفئات وعن الآلية التي استبعت من اختيارها. طيب سيدي المدير، تحدثتم عن الفئات المستهدفة بهذه العملية الرمضانية، تحدثتم عن أرقام تم اختيار أصحابها من كل فئة، طبعا هذه التوزيعات لم تعم على كل هذه الفئات، لابد أن هناك من تم اختيارهم ليستفيدوا. ما الأساس الذي تبعتم لاختيار هؤلاء بالضبط؟ هل هناك معايير واضحة محددة مثلا؟ ثم لديكم قاعدة بيانات كبيرة بأصحاب هذه الفئات، ما هي المعايير التي تبعتم لاختيارها؟ طبعا شكرا جزيلا. هو بالعودة لما ذكرت زميلتي المديرة، أنه فعلا القطاع انتهج نهج مقاربة شمولية يسعى لشمولية الخدمة لكافة الفئات، وكذلك أكبر عدد ممكن يستفيد من هذا. طبيعة الحال هذا يتم تدريجيا، يعني يتم بشكل تصاعدي، بشكل تنموي، أنه كل سنة إن شاء الله يتضاعف العدد ليصل إلى نغطي إن شاء الله كافة الأشخاص الفئات اللي ينبغي أن تستفيد. ولكن في ظل عن الحقيقة أنه الأشخاص هذه الفئات كما قلت وقاعدة البيانات مرتفع الرقم فيها، تم هناك
اختيار هذا يعيدني لشركاء تنفيذ في هذا البرنامج. ولتذكير وضحت المديرة أن هناك عدة برامج وليس برنامج واحد. أنا أتحدث عن عملية رمضان اللي تم فيها استفادة 10,000 أسرة من تحويلات مالية بواقع 50,000 أوقية قديمة لكل شخص. المديرة تحدثت عن توزيعات السلات الغذائية وأيضا أعطت سياق عام. كلها كله يدخل في رمضان عملية. كل هذه العمليات تمت في رمضان. كل هذه العمليات هذه المؤازرة تمت لهذه الفئات الهشة. لأنه فعلا شهر بحاجة لمديد العمر. هذه المواسم سنتحدث أيضا عن إذا أمكننا الوقت سنتحدث عن عمليات أخرى بمواسم أخرى مشابهة. المهم أنه يقودني الحديث عن طبيعة الاختيار إلى المساهمين في التنفيذ. هذا البرنامج في عدة مساهمين فيه نقابة أو هيئة القدامة متقاعد الجيش والقوات الأمنية القوات المسلحة والقوات الأمنية. هؤلاء لديهم ودادية. هذه قدمت لنا لديها قائمة بيانات قاعدة بيانات يتم على أساسها تقديم لائحة من الأكثر احتياج والأكثر حاجة. هم من قدم لنا هذه اللائحة بشراكة اتفاقية شراكة بين القطاع وهذه بم الإدارات المختصة الفنية المختصة لدي القطاع مثل إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع وإدارة العمل الاجتماعي وإدارة الأشخاص المعاقين. هؤلاء كلهم لديه قاعدة بيانات تم تزويد تنفيذ هذه العملية يتم من خلال إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة باعتبارها إدارة أفقية تعمل على تنسيق عمل القطاع كل كافة إدارات القطاع. وبالتالي هؤلاء الشركاء قدموا لنا لوائح للمستفيدين من كل هذه الفئات إدارة العمل الاجتماعي وتضامن كل إدارة مختصة تقدم مقترحها لنا لائحة الأمراض المزمنة ولائحة أصحاب التصفية والأشخاص المعاقين عن طريق مركز تكوين والدمج الاجتماعي والترقية الاجتماعية للأطفال المعاقين قدم لنا لوائحه. وكذلك أيضا هناك أيضا على المستوى الجهوي كما ذكرت المديرة أنه فهم شمولية هذا البرنامج مس كافة ولايات الوطن. وهذه اللوائح الجهوية تأتي عن طريق الولاية عن طريق سكرتيرية الولاية سكرتيرية هذه العملية اللي هي الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في الولاية. وتم إنشاء لجنة مختصة برئاسة الوالي أحد المستشارين المستشار المكلف بالعمل الاجتماعي بالشؤون الاجتماعية في الولاية. وتم تقديم لائحة من كل ولاية عبر مراسلة رسمية وهذه اللوائح هي التي اعتمدنا. هؤلاء هم شركاء في تنفيذ العملية وهي الطريقة التي تم بها اختيار هؤلاء المستفيدين. بطبيعة الحال نحن لا ندعي أننا سنقوم بتغطية كافة الأشخاص كافة هؤلاء الفئات وتلبية الحاجة. لأنه ما معنى أن يكون هناك برامج إذا لم تكن هناك حاجة لقيام هذه التدخلات. ولكن نحن نسعى إلى تقديم أكبر استفادة أكبر كم ممكن من 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 الأشخاص أو الفئات المستهدفة بهذا البرنامج. هذا على مستوى تحديد المستفيدين من البرنامج. هناك آلية التنفيذ البرنامج. ما زلنا سنتطرق لآلية التنفيذ وحتى آلية التنفيذ هذه يطرح حولها كثير من التساؤلات. يعني عادة البرامج يكون التنظير لها جيدا وتكون الأمور واضحة لكن حين نصل إلى التنفيذ يكون الأمر هناك. سنتناول آلية التنفيذ. سيد المدير كنتم تتحدثون عن فئات المستهدفة وعن نوعية التوزيعات. تواصلوا. هي قلت عن فئات المستهدفة خلال هذه العملية الرمضانية اللي استفاد كل مستفيد من 50,000 أوقية قديمة عنها. من استفاد من هذه التوزيعات النقدية مثلا؟ ما يستفاد من السلات؟
هما كلهم وحده هناك وحده استفادوا طبعا طبعا طبعا. هو نحن هذا فم جارد البطاقه التعريف على رقم الوطني كامل الرقم الوطني وهي اللي على اساسها قد حد يستفاد. حد اليوم ما عنده بطاقه تعريف وطني بطاقه التعريف الوطنيه معنى عنه ما عنده قاع احتمالي اللي هي اللي على اساسها ولا ورقم التليفون اللي هي يتصل هي فم قاعده بيانات على جميع المسيقر لين تخلق الاستفاده. على سبيل المثال الولايه الفلانيه والله الجهه الفلانيه عندها 500 يستفاد منها 500 فهم اولويات فهم من درى على سبيل المثال من قبض الارامل من درى هذه الارمله كم عندها من طفل ما فات بلق ما فات الحق 18 سنه كم اعمارهم هذا كامل المعلومات كامله عند المكان الموجوده فيه المقاطعه اللي موجوده فيه على اساس اللي يخلق شرط لين قبض الارامل اللي عندهم اكثر اعداد اطفال على سبيل المثال عاد واحده عندها 7 اطفال اقل من 18 سنه اللي تستفاد من واحده عندها 3 والله واحده عندها 4 عاد هم اللي من رايه كان عندها شخص ثاني يساعدها والله معنى عن فم ترى تخرص الحاجه الاكثر الحاح الاكثر الحاح هذا بالنسبه للفئات كامله هذا على على جميع على جميع النطاق النطاق الولايات كاملة وعلى المستوى المركزي زاد هو نفس الشيء. فهم بالنسبة لهذه العملية الرمضانية خلقت عن طريق هيئات وطنية إما هيئات عمومية كيف موريبوس والله هيئات زاد هي هيئات شنقالهم خاصة عندكم شراكة مثلا شراكة معاهم كيف بنك الإيداع والتمويل هذهم هم اللي له يقوموا بتسليم هذا معنى أن الشخص مثلا له يجي وصفوف ويعود واقف الشمس ولا هي يرنق هم اللي له يتنقل واعدينهم هم ولا هي كلها له ويقبض المبلغ اللي مخصص له يتلفن عليهم وقال له تعال الوقت الفلاني اللي هي تقبض عندك مبلغ الفلاني يلا تقبض صفة محترمة وصفة هم اللي واضحة ولا فيها نفس الشيء بالنسبة للفئات الهشفات وخاصه كلها عندنا رقم الوطني واسمه المقاطعة اللي هو فيها لي يتصل به وينقال له تعال في الوقت الفلاني من أجل أنا إياك ما تخلق فيهم زحمة ولا تجي الناس كاملة هم فئات ضعيفة فيهم المرضى وفيهم الناس المعوزة وفيهم ذوي الاحتياجات الخاصة أنا لابد من تنقبض بعين الاعتبار وضعيتهم الصحية وضعيتهم الاجتماعية والظروف اللي قدوا يتنقلوا بها لين يقبضوا هذه المخصصات اللي مخصصة لهم بصفة محترمة محترمينهم هم ومحترمين ظروفهم الصحية ومتفهمينها فم عن كيف ما نعرفوا عن هذه التوزيعات كاملة تمت كيف ما قلت لكم عنها بإشراك السلطات الإدارية معنى عن هم المشرفين عليها هذه العملية إلين تتم بسلاسة وبتنسيق مع الإدارات المعنية على المستوى المركزي عن طريق الوزارة وتمت بسلاسة الحمد لله وفات العملية كاملة من دون أي مشاكل ونعرف هم اللي عن هذه التوزيعات اللي ولله الحمد عن فم قطاعات أخرى قامت هم اللي بدوار هام وبارزة في هذا المجال وكانت لهم بصمة كبيرة في هذا الشهر الكريم اللي خلقت ياسر من التوزيعات واستفادوا ياسر من هذه الفئات الهشة واستفادوا من ناحية سلاتهم الرمضانية ومن ناحية المصاريف وخفت عليهم الاستهلاك وكانت الحمد لله واضح. طيب سيد المدير تحدثوا عن عملية شملت جميع ولايات الوطن. طبعا المستفيدين اللي يعودوا تتباينوا الأرقام من ولاية لولاية المعيار اللي اعتمدتوا إياك تقبضك مثلا بعض الولايات تعود فيها 100 ألف بعضها تعود فيها 200 ألف لماذا؟ شنو المعايير اللي اعتمدتوا؟ مثلا معيار الكثافة السكانية من الحاجة فم الكثافة السكانية وفم مستوى الفقر وفم مستوى الهشاشة وفم العدد اللي اصلا مسجل على مستوى كل ولايه من ذي الفئه من ناحيه الفئه هذه ينقبضون نسب ذكي واضحه قطعا الدور يخليك فهم التباين طبيعي اللي ما تعود فهم هذا التباين طبيعي لكن الاهم المعايير تكون معايير مجرده ومطبقه للناس كامله ولا فيها حد مظلوم وتمت مولي بشفافيه الى خدمه العمليه. تفضل سي المدير كان عندك ما تضيفوه قبل ان ننتقل الى اليه التنفيذ. طبعا هو اجابه المدير ان شاء الله الاجابه الكامله
فقط انه هو فما اعتماد عده مقاربات من اجل تحديد المستفيدين منها، انه فعلا عدد المسجل فهم فئات كيف مثلا قدامى متقاعد الجيش والاطفال متعددي الاعاقه، هذا اصلا فهم في كل ولايه العدد معروف سلفا، العدد معروف سلفا من الاطفال متعددي الاعاقه في ولايه الحوض الشرقي مثلا بتلارسة، وايضا العدد المقدم من طرف قدامى ومتقاعد الجيش معروف، تم اعتماد ايضا نسبه الفقر ونسبه الفقر في كل ولايه، هذا من ناحيه اعتماد النسب في كل ولايه. تطرقت المديره لما كنت تود التطرق له وهو آليات التنفيذ. آليات التنفيذ تم اعتماد فيها بكل شفافية مؤسسات، تم تقديم عروض وتم اختيار عدة ثلاث مؤسسات مالية، تم اختيار مؤسسة شركة البريد الوطني، الشركة الوطنية للبريد، وهذه الشركة تم اختيارها على أساس عنها منتشرة عند شبابيك في كل مقاطعات الوطن والولايات والمقاطعات، ايضا عند تطبيق الكتروني يسمى بريد كاش، هذا التطبيق مكن من عن طريق رقم الهاتف الشخص المستفيد اعتماد كونت، اعتماد حساب. وفتح حساب عن طريق رقم الهاتف، وهذا رقم الهاتف يمكنه من الصرف من استلام مبلغه المالي في اي نقطه بغاها متواجد فيها البريد. معناها التطبيق مكن من كافة شبابيك البريد والمواصلات يمكنها تقديم الخدمة. هذه من ناحية. تم اعتماد أيضا مؤسستين للقرض والادخار، هما بنك إبداع، وهذه مؤسسة قديمة وأيضا معروفة بتعاملها مع هذه الفئات الهشة وعندها خبرة بتعامل مع هذه الفئات الهشة، وتم اعتمادها على مستوى المكشوط الغربية والترارسة، ونسيت لكن الشركة الوطنية تم اعتمادها، الشركة الوطنية للبريد تم اعتمادها في تقانت والعصابة والحوضين. تم اعتماد صندوق تجمع النسوي للقرض والادخار، وهو تجمع يستفيد اصلا، هو تجمع تم تحت رعايه انشاء وتحت رعايه وزاره العمل الاجتماعي والطفوله والاسره قديما قبل سنه 2000، وبالتالي هو صندوق قائم على تعاون على صناديق نسويه للقرض والادخار، وعند الوزاره السياسه عنها يتم اشراكه، لانه تعاونيات نسويه ومبادرات نسويه قائمة، وعنده خبرة كبيرة في مجال القرض والادخار، وهو أيضا يغطي عدد كبير من ولايات الوطن، وبالتالي تم اعتماده في هذه الولايات، في الشمال، في ولاية الشمال أدرار وتير زمور وإنشير ونواذيبو، وأيضا في ولاية الضيف ترارزة ولا البراكنة وقرقل وقديماغ. هذه المؤسسات تم اختيارها عن طريق مناقصة، وتم التعاقد معها، وبدأت الحمد لله بتنفيذ العملية، والعملية مرت بسلاسة كاملة، وكان إطلاقها في العشرة الثانية. طيب، هل المستهدفين مثلا وصلتهم هذه المعونات وصلتهم حاليا نسبة 91% تنفيذ، 9100 شخص تم استلموا مبالغهم، ونحن كما هذا تطرقت له المديره، هذه المؤسسات قربت الخدمه من المواطن، المواطن نجاه المقاطعه اللي هو ساكن فيها، بدل من يعود جاي للولايه والله جاي ليتنقل، لا هو جاي المقاطعه اللي هو فيه ونعطاله واستلموا. اللي بقى شنو عن فمات يا اشخاص قد يعودوا نتيجه ظروف معينه، تنقلوا والله ما عندهم من معلومات الكافية، والله ما نجبروا أرقام تلفوناتهم، ما زلنا ننتظروا. نحن نتوقع أنه في بحر هذا الأسبوع تنتهي العملية، لأنه ما زالت عمليا 900 شخص والعملية جارية ومرت بطبيعة الحال. هناك دوما
إشكالية تنفيذ ولكنها بسيطة، رقم خاسر يجي تظلم من شخص يعود رقمه خاسر ولا رقم هاتفه ولا رقم بطاقة تعريف. اختلاف العمل اليومية العادية. العمل اليومية وهي تظلمات نحن فاتح مفتوح للباب وإن شاء الله تم التغلب عليها، فات انحلت وفاتحين الباب لحلها. طيب زي المدير على مستوى آلية التنفيذ اللي تحدث عنها المدير، على مستوى الانسيابية، على مستوى التعاطي مع المواطنين المحتاجين، لأن كما تفضلتم أيضا هذه الفئات تعامل معها تعامل خاص، لأنها فئة تغلبها غير متعلم، غير قادر على انتزاع حقه، غير قادر حتى على فهم الإجراءات التي يجب أن يتبعها من أجل الوصول. كيف جرت عملية التنفيذ مع اختيار هذه المؤسسات التي تحدث عنها سيد المدير؟ والله عشت لهي نذكر هون عنهم واللي فهمهم واللي خليت عملية أخرى كانت سابقة من نوعها، إفطار الفئات اللي الشمعة مخابط خمسة جمهورية، كانت لفتة نوعية وكانت أساسية وجرت ومولي الحمد لله، وجاوها جميع الفئات من جميع أنحاء الوطن، وكانت لفتة في غاية الأهمية وسابقة من نوعها. بما يخص الفئات، نحن في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة نعرف عن هذه الفئات لا بد لها من ظروف خاصة، ولله الحمد الوزارة فيها طاقم كبير متكون على العمل الاجتماعي، وخصوصا عندنا المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي اللي تخرج مرشدين اجتماعيين ومستشارين اجتماعيين ومنعشين اللي عندهم الكفاءة وحصلوا على التكوين اللي لازم. وهذه المدرسة زاد هي خلقت في هذه السنوات الأخيرة اللي خلقت، كانوا فم بعض التكوينات يعني كانت هذا الشؤون الاجتماعية كانت بحاجة لهذا النوع من التكوينات. به اللي نعرفه عن العمل الاجتماعي، والله الأمور الاجتماعية كاملة كل حد يقدر يقال لا بد لها من تفهم خاص ومن إدراك خاص. به اللي هي اللاب مجرد كلمة تقدر تخسر اللي كنت انتهى ماك تصلح في مسيرتك كاملة، تخسروا كلمة واحدة والله يخسروا طباع واحد، والله يخسروا حالة، والله ظروف قدام شخص معين، خصوصا هذه الفئات اللي عندهم حالة نفسية، عندهم حالة صحية، عندهم ضعف، لا بد لهم من ياسر من التفهم، لا بد لهم من ياسر من الاحتواء، من ياسر من فهم وضعيتهم. هذا لله الحمد الوزارة ما عندها إشكالية في هذا الوضع، فهم إدارات الحمد لله متخصصة وفاهمين مجالاتهم، ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي سيدة صفية منتها راعية هذه المهمة ومشرفة ليلا نهارا على تطبيق هذه البرامج الخاصة بصفة نزيهة وبصفة محترمة وبصفة احترام للفئات من أنفاسهم، هي الأولوية أنهم يعودوا هذه المعونات وهذه الأمور كاملة يحصلوا عليها بشكل محترم وبشكل ومراعاة ظروفهم الصحية وظروفهم النفسية. به اللي قد يجيك واحد وهو لا عنه هو نفسيا ما هو متمونك ويقول لك ياسر من الكلام، يقال هذا كامل على الشخص يتفهمهم ويستوعبوا ويعتبروا كوالده ويعتبروا كأخوه ويعتبروا كزميل ويعتبروا عن هذا الحال الوضعية اللي هو فيه قد يصيب أي فرد منه، والله أي شخص من ذيك الجماعة، معنى عنه نحن هنا لا من أجل مؤازرتهم ومواكبتهم في هذه، إن شاء الله ينشفيهم ولانا آمين يغنيهم إن شاء الله. آمين يا رحمة الله، آمين يا رحمة الله. طيب سيد المدير، تحدثنا بالتفصيل عن هذه العملية وعن آلية اختيار المستفيدين منها وآلية التنفيذ، تحدثنا بشكل عام عن برامج القطاع المماثلة التي يستهدف فيها هذه الفئات، لأن هناك هدف لدى السلطات العليا هو تغيير وضعية هؤلاء المستهدفين، ليس فقط أن يحصلوا على معونات فصلية أو دورية، الهدف هو أن يساعدوا حتى يخرجوا من وضعيتهم التي هم فيها، إذا كانوا غير متعلمين يتعلموا حتى يصبحوا منتجين، إذا كانوا غير منتجين يساعدوا في الإنتاجية حتى تكون لديهم آلية إنتاجية تكفل لهم الغنى وعدم الحاجة وعدم، لأن هذه المساعدات لا يمكن أن تكون حلا، هي حل مؤقت لحاجة ماسة لهؤلاء. ما هي البرامج الكبيرة التي ينفذ القطاع في هذا الإطار؟ هو بالنظر لبرنامج فخامة رئاسة الجمهورية تعهداتي، بالنظر للرؤية الاجتماعية فيه يلاحظ المهتم أنها رؤية شاملة، هي رؤية شاملة تستهدف تدخل في المجال الاجتماعي على أساس ما ذكرتم، على أساس أولا
التكفل والرعاية وتقديم الخدمة للمحتاج للفئات الأكثر احتياجا، أيضا تستهدف تعزيز قدراتهم بما يمكنهم من أداء خدمة من الوصول للتشغيل الذاتي أو لإقامة مشاريع مدرة للدخل تكفل لهم الخروج من هذه الوضعية. هناك أيضا العمل على الحد من الفقر من خلال التكوين ومن خلال تقديم التعليم الجيد. هذا كله هذه المحاور ثلاثة تشتغل عليهم وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وكما كما قلت لك قبل عنها بدأت مع معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صبية انتهى من انتهاج مقاربة شمولية، شمولية من حيث الكم وشمولية من حيث الكيف، لأنها يعني تستهدف كافة الفئات، كافة الفئات أول مرة من سنتين نستهدف فئة المسنين. هذه الفئة فئة العمر اللي نقالها العمر الثالث هي فئة من الناس اللي خدمت الوطن مرحلة معينة ولحقت مرحلة عادت هي يرد للجميل ويلا على الأقل يكفل بها اللي منها ما عنده تكفل. هذه الأول مرة، هذه يعطيك مثال على شمولية الفئات المستهدفة. أيضا المحاور كما قلت لك البرامج ذات الطابع الاجتماعي المساعدة الاجتماعية، منها هذا اللي قلنا عملية رمضان، منها عملية أيضا بموسم عيد الأضحى المبارك وهي عملية أضحيتي واللي تستهدف المسنين، واستفاد منها خلال سنتين 1100 شخص، 1100 أسرة، شخص أنا يمكن أبو أسرة شخص وراء أسرة، نعم لا هو ورب أسرة على أساس أنه معيل أسرة وأنه هو السبب ذاك فاهم. أيضا هذه عملية رمضان. أيضا هناك عملية تتم في رمضان هي كملي مشروعك، هذه تستهدف أيضا النساء اللي عندهم مبادرات نسوية، مساعدتهم بمبالغ مالية لإقامة مشاريعهم وتكملة مشاريعهم. هذه كلها تدخلات أيضا في هذا الإطار. هذه التدخلات تصاحبها أيضا توسع في عملية الاستقلالية للأشخاص، مثلا في إذا أكبرنا الأشخاص المعاقين أو الإعاقة، الأدوات الاستقلالية عند الشخص المعاق كانت مخصصة له قبل 2019 مثلا 20 مليون، الآن وصلت 50 مليون أوقية. هذا مكن من زيادة استفادة الأعداد اللي كانت تستفيد. كان مثلا عندك المعاقين حركيا الكراسي كان لا يستفاد مثلا عندك تقريبا 1000 شخص، عاد لا يستفاد عندك 3000 شخص، لأنك عاد عندك إمكانية لاقتناء 3000 كرسي. كانت عندك أدوات السمعية هذو كلهم آليات سماعات هذو كلهم آليات لاستقلالية الشخص المعاق، تم مضاعفة ذكرت المديرة مضاعفة الأطفال، تكفل بالأطفال المعاقين، الأطفال المتعددي الإعاقة، كل جميع الأطفال المتعددي الإعاقة اليوم تم تكفل بهم اللي منهم بلغ المرحلة يلا يكفل. وطبيعة الحال هو بطبيعة الحال عنده سنتين في رعاية الوالدين، هذه السنة بعد الفطام بعد سنتين بدخول السنة الثالثة يتم تقديم طلب الملف للجهة المختصة اللي هي الإدارة المعنية ويتم التكفل به تلقائيا. أيضا التكفل يشمل شنو طبيعة التكفل؟ التكفل شرحت لك المديرة قبل قليل هو إعطاء 20,000 أوقية قديمة شهريا للأم، وهذه شهريا كانت اصلا سابق ايضا هذا التكفل هذه المرحله الاخيره هذه السنوات الاخيره كانت ما منتظمه، هي الان اصبحت منتظمه ودائمه شهريا او منتظمه على الاقل شهر او شهرين. ايضا تم التكفل بصرف مبالغ ماليه لجميع مرضى الفشل الكلوي، كان اصلا البرنامج ما يلحقهم كاملين، كان يلحق اشخاص معدودين منهم وعدد معدود منهم، الان جميع اشخاص التصفيه مجرد يعود فم شخص عنده قبل المسار الطبيعي الاداري
وعدل تواغطه عند الإدارة المعنية يتم التكفل به وإعطاء أيضا هذا المبلغ المالي، وتم فتح لهم صيدليات في كبرى المدن. نسعى لتعميم هذه الصيدليات على كافة الأطباب في الولايات، ياك يعود هي وهذه الصيدليات يتم فيهم الشراء تزويدهم بالدواء الاشخاص مرضى الفشل الكلوي. ايضا الامراض المزمنه، الامراض المزمنه الان هناك مسار ايضا يطرح المريض ملف وتتم معاينته لين تعد فيه الشروط المعينه، ايضا يستفيد من الحماليه. هذا المدير في نفس الاطار هذا هو هذه من اهم البرامج. انا قلت لك عن فم محاور، قلت لك نتطرق لك المحور التكوين والتعليم ايضا، ومحور محور محور نريد بشكل اجمالي، لان احنا اللي تكلمنا عن ارك لا محور المساعده، محور التكوين. محور التكوين تتم فيه مولي ايضا مضاعفه الاعداد اللي مكونه ومضاعفه وشموليتها، لانه هناك مركز تمكين للمراه وهو مركز للتكوين على مهن للنساء، تمكنهم من إقامة مشاريع مدرة للدخل عن طريق مهنة كيف الطباعة، كيف خياطة، كيف الحلاقة، واضح تكون مهنة معينة تكون مصدر دخل. تم مضاعفة الأعداد اللي مستفيدين من التكوين، مضاعفة الشعب، زيادة الشعب اللي كانت أصلا اللي كانت شعب محدودة، ركعت شعب ياسر أكثر شعب، ودخلت فيها شعب تسمين المواشي والزراعة، الطاقة الشمسية، وشعب تهم النساء وقادرين على العمل عليها، وهي أيضا لها مردودية مادية. أيضا تم تغطيتهم الجغرافية، أيضا تم زيادتها، لأنه هناك نتحدث اليوم عن أكثر من 15 مركز بدل من كانت 7 مراكز في السنوات الماضية. هذا من حيث التكوين. من حيث التكوين أيضا دعم تمدرس البنات تم فيها عمل جبار. ايضا هناك تعليم ما قبل المدرسه باعتباره رافعه مهمه، وباعتباره ايضا يعمل على تحرير وقت المراه واللحمه الوطنيه واعداد اطار كفء لهذا الوطن. واضح. هذا ايضا تم فيه عمل. استاذ مدير، في نفس الاطار البرامج الكبيره التي ينفذ القطاع في هذا التوجه، هذا توجه دعم الفئات الهجه والسعي لرفع مستواها واخراجها من دائره الفقر والعوز. في نفس الإطار اللي يتكلم نبدأ بالمدرسة الجمهورية اللي تعرفوا عنها أساسية، عنها من مبادئ التهدئة والسلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، اللي هو من أساسيات ومبادئ الأولية للتنمية. صحيح. وفهم التعليم ما قبل المدرسي، وفهم تمدرس البنات اللي طرق له المدير، وتمدرس البنات اللي نتحدث عنه بما أنه معالي الوزير اليوم كان في خطابه اليوم في المغرب حاول تمدرس البنات وأهميته. تمدرس البنات نعرفه عن كاملين عنه ياسر من المعوقات، وعنده ياسر من 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 المشاكل اللي يعاني منها. غير خلال هذه السنوات الأخيرة خلقت فم ياسر من البرامج من أجل تذليل ذيك الصعاب. فم حالا بالنسبة للمناطق النائية فم باصات من أجل نقل الفتيات إلى الإعداديات والثانويات، فم دروس تقوية من أجل مساعدة هذه الفتيات، فم منح تنعطى لهذه الفتيات اللي منحدرات من أسر فقيرة من أجل تثبيتهم في المدارس. فم الجوائز اللي تنعطى سنويا للمتفوقات من هذه الفتيات، كما أن مولي فم برامج بالنسبة للفتيات اللي ما قطوا دخلوا المدرسة، والله تم سربوا من المدارس بصفة ما لحقوا مراحل متقدمة، هذا وعدلوا لهم برامج وعدلوا لهم مجموعات من الفضاءات الآمنة من أجل تكوينهم على مهارات الحياة، تكوينهم على حقوق المرأة، تكوينهم على 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 مهن يعودوا مستقبلا، يعودوا قادين، يعودوا مصدر دخل محترم، مصدر دخل. وكل وخصوصية هذه الفئة عنها كل منطقة وكل بلدية
يخرص لاحتياجات المنطقة، لعات البلدية ما فيها طاقة شمسية مراعاة خصوصية المناطق، لا يكونوا الفتيات على الطاقة الشمسية صيانتها وتركيبها، ولا هي العاد اللي ما فيها مخابز اللي هي يكون عليها العاد مولي على طبيعة المواد الأولية المتاحة في المنطقة. على سبيل المثال العاد منطقة فيها الحنة ليكون على تعليبها، العاد الأشجار اللي قد يعدل منها الصابون ليكون عليهم، العاد حسب المواد الأولية المتاحة الموجودة في ذيك المنطقة، وله ينعطاو لهم مشاريع مدرة للدخل. كما أنه مولي بالنسبة للسيدات وعدلوا لهم هذه السنة الماضية وعدلت 12 منصة متعددة الوظائف في 6 ولايات من ولايات الوطن، وفي هذه السنة سنة 2024 اللي هي تعود اللي هي تضاعف تنزاد ب 30 منصة متعددة الوظائف. هذه المنصة حكما ساتر كوميرسيال في منطقة معينة، كيف على سبيل المثال العاد اللي كانوا يتنقلوا من بلدية وعدم عاصمة المقاطعة على سبيل المثال من أجل طحن الحبوب اللي هي تخصص لهم، مخصصة لهم ماكينة لطحن الحبوب عن طريق الطاقة الشمسية ومكونات عليها نساء من أجل الإشراف عليها، ومن أجل أن عندهم مولية مبردات بالطاقة الشمسية، عندهم مجموعة كأنها خصوصية المنطقة، مجموعة من الآليات من أجل أنها تساعدهم. هذا قليل من كثير، مازال البرامج ياسر ولله الحمد خلق ياسر من العمل، وياسر طيب الحمد لله من الإنجازات والنتائج اللي كانت مهمة ومفيدة. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق. مشاهدة كرام في نهاية الحلقة من برنامج ساعة النقاش، أشكر بسمكم جزيلا شكر ضيفيه الكريمين على ما تفضل به من شروح وإجابات وافية، على ما قدمنا من أسئلة حول عملية رمضان هذا العام، وحول البرامج الكبرى التي ينفذها القطاع خدمة للفئات الهشة سعيا للرفع من مستواها وإدخالها في دورة الحياة النشطة والإنتاجية الفعالة. أشكر باسمكم جزيل الشكر مشاهدي الكرام المدير المساعد لإدارة الدراسات والتعاون والمتابعة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد محمد الحسن والسجادة، شكرا جزيلا لكم السيدة المدير، السيدة عائشة سيدي مسعود وهي المديرة المساعدة لإدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع بنفسي القطاع، شكرا جزيلا لكم السيدة المدير. أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم الشكر إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج أتناول فيها معكم موضوعا آخر، همنا جميعا إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8 شوال 1445 هجرية الموافق 17 إبريل 2024 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات منها مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف الإنتاج المتعلق بالمقطع باندا تيفيت من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 1 إبريل 2024 بين الدولة الموريتانية وشركة جوغاز هولدينغ، بيان يتعلق بتسيير المساكن التي تبنيها الدولة. والآن أفسح المجال للرد على أسئلتكم. مع الوزير على الحدود الشرقية للبلاد أحداث متكررة يقتل فيها مواطنون موريتانيون، هذه الأحداث أدت مؤخرا إلى عدة ضحايا في صفوف سكان الحدود الموريتانية المالية. الحكومة المالية حسب المعلومات تتجه على فرض التأشيرة على الموريتانيين، ما موقف الحكومة الموريتانية من ذلك وكيف سترد؟ الأول الشرع المراقب العام رئيس لجنة رقابة الصفقات لحال مستشار الوزير الأول، الشرع هذا الأسبوع قال ما يحصل في ملف السور الأخضر يعد فسادا كبيرا وإهمالا وتقصيرا أفلت الفاعلون له من العقاب ظلم للدائنين. جاء محمد أبو الجيلاني اكتب على صفحته فيما يتعلق ملف السور الأخضر، قال عن اللي يخلق فيه عنه فساد وإهمال وتقصير وعن فلت الفاعلين له من العقاب وظلم للدائنين أبرأ إلى الله منه. أهل بلغت شنو تعليقكم أنتم؟
الأمر الثاني في قارب تقريبا أيام شوي انكرد هنواذيبو قال عن وراه نافذين والله شي نبوكم في قارب والله باخرة والله شي قال عنها رافد المخدرات والله شي كيفته وفيه عن وراها نافذين نبغون تنوروا الرأي العام حولها وشكرا جزيلا. السؤال الأول مع الوزير يتعلق بالزيارة المرتقبة بفخامة الرئيس السنغالي لأن أول خرج عدلها بدأ بموريتانيا هذا دليل الحمد لله على العلاقات بين نحن والسنغال. السؤال الثاني يتعلق باتفاقيه باندا هذه اللي عدت مع شركه غوغاز من طرف الوزير شو هو حقيقه دور موريتانيا ونتيجته النتيجه اللي حصل موريتانيا في هذه قضيه باندا متعلقه باتفاقيه اللي عدت مع شركه غوغاز. شكرا مع الوزير. شكرا. فيما اللي يخلق في الحدود الشرقيه لموريتانيا حدود مع دوله مالي الشقيقه ما هو طاري واحنا فتنا تكلمنا فيه عده مرات وطلبنا من كافة الموريتانيين أن يتوخوا الحذر.